يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم أخذ أدوية مضادة للاكتئاب إذا كان الإنسان مكتئبا؟ علما ما حكم أخذ أدوية مضادة للاكتئاب؟ نعم. إذا كان الإنسان مكتئبا. كان الإنسان إذا كان الإنسان مكتئبا. مكتئبا نعم. علما بأن هذه الأدوية لها تأثيرات جانبية على صحته، هل يجوز له أن يأخذها؟ والله هذا يرجع فيه للأطباء، يرجع فيه للأطباء النفسانيين، هم المسؤولون عن هذا. إذا قرروا فيها أضرار مضاعفة أكثر من ضرر الاكتئاب فهم لا يجيزونه، ولا تجوز شرعا، لا تجوز طبا ولا تجوز شرعا. نعم.